بصوا يا جماعة، افهموها زي ما تفهموها، بس صدقوني اللي بيقعد مع ربنا وشه بيبان عليه، واللي بيقعد مع الشيطان وشه بيبان عليه. أديكوا أمثلة؟ أديكوا أمثلة. موسى النبي قعد مع ربنا 40 يوم، لما نزل كان شكله إيه؟ ده وشه منور زي الشمس، لدرجة الشعب ما قدرش يبصوا، قال له حط طرحة ولا حط أي حاجة عشان نعرف نبص لك، لأنك طول ما أنت حاطط حاجة، طول ما أنت مكشوف كده مش قادرين نبص في وشك من كتر النور، لو سمحت حط برقع بيننا وبينك. ده عشان كان قاعد مع مين؟ فلما الواحد بيكون مقضي يوم روحي وقاعد في قداس واخد خلوة، تلاقي قسمات وشه هادية، يقول لك إيه ده إيه ده؟ ده أنت وشك ولا وش ملاك النهاردة؟ تقول له أنا متناول، يقول لك مبروك النعمة باين عليك على فكرة. ده لما يكون واحد متناول صح، يعني مش متناول ممارسة قطع تذكرة عشان امتحان، لا، لما يكون بيتناول صح يعني بيبان عليه النعمة، بيبان عليه النعمة. وموسى كان منور لما إيه؟ قعد 40 يوم مع ربنا. أنا هقلب الصورة، هقلب الصورة. إزاي الواحد يقعد مع الشيطان؟ طب أنت هاي مامي، أنت جاية مثلا من بره، هاي مامي وخدتي بوسة كده بتاع ماما، هنعمل أكل كمان إمتى؟ نص ساعة. طب ماما أنا هقعد بس نص ساعة بس كده، مدي ظهري عشان تعرف في المواصلات بتاع. ريحي يا حبيبتي، أول ما الأكل يجهز أنا هناديكي. أنت قاعدة وجي الشيطان، أنت كنت مبتسمة وبدوسي ماما، قال لك عجبك اللي عملته ليديا النهاردة؟ فكرني كده، فكرني. لما كان سامح واقف وهي احرجتك قدامه قالت الناس ومش الناس والممات، طب انت سكتي ليه؟ انت هتضل طول عمرك شخصيتك ضعيفه؟ انتوا واخدين بالكم اللي بيحصل؟ لا 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 لا، انت خذلتيني. انت لو كنت وقفتي عند حد، لو كنت مش عارفين مش عارفين اقول لك حاجه، يلا هاتي الواتساب، طلعي الواتساب قولي لها ما كانش العشم ولا مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف ايه، خير انت اعمل شر انت او حتى انت بروتوس قطنت انت ديها ديها. المهم ماما تخش عليك تلاقي وشك عامل كده، عارفين افلام الرعب كده اللي كانوا بيشوفوها بيخوف العيال؟ تقول لك مالي يا حبيبي، انا كنت سايباكي حلوه من دقيقتين، انا كنت قاعده مع الشيطان شويه بس يا ماما. فاللي بيقعد مع الشيطان بيبان، واللي بيقعد مع ربنا بيبان. صدقوني الاب الروحي بيشوف ولد من ولاده من غير ما يفتح بقه بيبقى عارف حالته الروحيه ايه، بيبقى عارف حالته الروحيه ايه، بيبان صدقني. فعلشان كده القعده مع ربنا لما بتكون قعده هاديه فيها حته خلوه، فيها حته تامل، فيها حته ترنيمه، فيها حته تسبيح، امتى هنقعد معاه؟ حتى لو ما فتحتش بقك في حاجه، جبت صوره حلوه للمسيح بتحبها وفضلت تتكلم معاه كده كلام من قلبك، بلاش تتكلم خالص، اقعد وابتسم كده. في واحد من الاباء مره قعدت معاه في الدير، فبقول له يا ابونا بتعمل ايه في الخلوه؟ قال لي ولا حاجه. قلت له يعني ايه ولا حاجه؟ الخلوه يعني خلوه. قال لي انا بقول كلمتين اتنين، هقول لكم الكلمتين اللي قالهم لي. تكلم يا رب فان عبدك سامع، والكلمة التانية بقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وما بقولش غير الكلمتين دول بس، بطلع شبعان وبطلع فرحان وبطلع. بيقول كلمتين اتنين، تكلم يا رب فإن عبدك سامع، يعني قول يا رب عاوز تقول لي إيه في قلبي وأنا أنفذه. الحاجة التانية إن هو بيقول العبارة التانية بتاعت يا رب ماذا تريد أن أفعل اللي قالها بولس الرسول في سفر أعمال الرسل. تصور بيقول لي بخرج شبعان قوي وبدخل الدير وابتدي اشوف شغل اليوم شكله ايه وانا في منتهى السعاده.